قالت وكالة اللجوء اليوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي تلقى 648 ألف طلب في العام الماضي للحصول على الحماية الدولية، أي أكثر من الثلث مما كانت عليه في عام 2020، ومع السوريين والأفغان هم المجموعات الرئيسية من المتقدمين. بالإضافة إلى ذلك، تلقى الاتحاد حوالي 3.4 مليون طلب للحماية المؤقتة من الفارين من الصراع في أوكرانيا، حيث قالت الوكالة إن حوالي 6 ملايين شخص فروا من الغزو الروسي للاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن الكثيرين عادوا منذ ذلك الحين. وقد أضافت الوكالة في تقرير إن عدد الطلبات المقدمة من السوريين 117 ألف والأفغان بلغ 102، يليهم مواطنون من العراق وباكستان وتركيا وبنغلاديش، حيث كانت الوجهات الرئيسية هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. ويذكر أن الاتحاد الأوروبي منح حوالي 185 ألف شخص حق اللجوء أو الحماية الفرعية، حيث حصل الإريتريون على أعلى معدل بنسبة 81% والجورجيون هم الأدنى بنسبة 3%. وأضافت الوكالة أن ما يقارب من 770 ألف قرار لا يزال معلقاً.